قال رئيس الدائره الاعلاميه للتجمع اليمني للاصلاح في تعز احمد عثمان ان الاصلاح سيظل حزبا جماهيريا في برنامجه ونشاطه ونضال ابنائه وتضحياتهم عبر كل المراحل والمحطات ليعبر عن امال وطموحات الشعب اليمني ومشروعه الوطني مع كافه قوى الشعب ومكوناته المنخرطه في ملحمه انقاذ الوطن والانسان اضاف عثمان في منشور له على صفحته في الفيسبوك ان حزب الاصلاح يستمد وجوده وقوته من الجماهير ويحمل همومها ويواجه التحديات التي تواجه الوطن والدوله والشرعيه وذكر ان هذه التحديات تمثل تمثل اليوم تهديدا وجوديا للمشروع الوطني وهويته المعبر عن ثقافه وسياده واراده الشعب وكرامته والتي اعلن عنها بوضوح بالنظام الجمهوري الذي يستمد على حق الذي يستند على حق الشعب في اختيار نظام الحكم وحقه في الثروه والثوره. واشار الى ان الاصلاح متمسك بالنظام الجمهوري الذي يمارسه التي يمارسها بواسطه دوله مدنيه بقواعد حكم ديمقراطي وتبادل سلمي للسلطه على قاعده المواطنه المتساويه بعيدا عن عصبيه السيد والعربي، وولد الشريفة، وولد الجارية، وهو هدف, وهو هدف من شأنه إنهاء العنصرية المقيتة والقاتلة، وحل إشكالية الاستبداد، والخروج من لعنة الكرسي المصنوعة من نار تحرق الأخضر واليابس، والحاضر والمستقبل.